السلام عليكم، الزول ولا النزول، ان شاء الله تكونوا بخير. جينا في فيديو جديد في الادب العربي لجميع الشعب. هذا الدرس كامل تعرفوه، اعراب الجمل تاع البناء اللغوي. عندنا سؤال يجي عليه نقطه في البكالوريا 0505، جملتين يقول لك اعرب ما بين قوسين. اول حاجه تعرفها وشنو هي؟ هي نورمالمون في الاعراب ما عندناش جمل. شتي يقول لك زعما اسم ولا فعل ولا حرف، تقدر تعربهم. اسم كاين لي منصوبه، كاين لي مرفوع، افعال كاين ماضي مضارع، الى الحروف كاين حرف جر. كيفاش تعرب جمله؟ والجمله هي مجموعه حروف واسماء، هي معمره، هي معمره بالحروف والاسماء. كيفاش تعربها ككل؟ هنا لازم تفهم هديه. كي يقول لك عرب لي جمله ما تقدرش تعربها، هي تقدر ترومبلاسيها باسم، هذاك الاسم كي تعربه تعطي الجمله نفس الاعراب. هو واش معتاد التعريف؟ شنو هي الجمله التي لها محل؟ الجمله التي لها محل هي كل جمله يمكن تقديرها بمفردة. فإذا عربنا هذيك المفردة أعطينا الجملة إعراب. بصح لو كان عجزوا ما نقدروش نعوضوها بمفردة، رومبلاسيها بمفردة، واش نقولوا؟ ليس لها محل. فهمتوا كيفاش جبنا هذه الجملة التي لها محل وليس لها محل؟ التجربة ما تقدر دير في الاختبار، تسيي ترومبلاسيها بكلمة، هذيك الكلمة الإعراب تاع هذيك الكلمة هو نفسه. ولهذا واش أنا نقولوا؟ جملة فعلية في محل. معناتها في محل، في بلاصة، المحل هو المكان، راهي في مكان المفعول به، راهي في مكان الخبر، راهي في مكان المضاف إليه، راهي شاغله المساحه تاع الخبر. فهمتوا واش معناتها في محل؟ يعني ماشي جمله، ماشي خبر، هي الخبر هو مفرده ولا، لكن راهي في محل هذاك الخبر او في مكان هذاك الخبر. ولهذا هذا الاختبار الجميل هذايا مليح ديروا فيه كامل الامثله اللي جيت عربها وتبان لك بلي عندها محل. باسكو لو كان ما تقدرش تعوضها بمفرده، واش نقولوا؟ جمله ليس لها محل من الاعراب. ماشي معناتها ما عندهاش محل، انا ما قدرناش نعرفوا المحل ديالها، خاطر باش نعرفوا المحل ديالها لازم نعرفوا هذيك المفرده اللي عوضتها. كيما نقولوا مثال بسيط، شوف رأيت الولد يلعب. لحظة معايا خير، هذه جملة فعلية، كيفاش باش نعربو يلعب؟ نعوضوها بمفردة. شكون هي المفردة اللي تعوض بها؟ رأيت الولد لاعبا. كيف لاعبا؟ واش جاتني هدية؟ حال. إذا هذه الجملة واش إعرابها؟ جملة فعلية في محل، واش معناتها؟ في مكان هذا، في محل نصب حال. فهمتوا منين جات الجمل التي لها محل من إعراب؟ ومن بعد هذا ينطبق على جميع الجمل. خلاص فهمت هذه النقطة هذه. أول حاجة لازم نديرها أحفظ الجمل التي لها محل. شكون هي الجمل التي لها محل؟ أحسبهم، خبر، صفة ولا نعم، مضاف إليه، جواب الشرط، معطوفة. سبعة جمل لازم عليك تحفظها. ما نقدروش نروحوا نديروا الدرس الجاي تاع الجمل التي ليس لها محل وحنا ما حفظناش هذوما باش ما يكثروش عليكم. دونك واش نقولوا؟ غير تحبس انت الفيديو وبدا تحفظ. الخبر، حال، صفه، مضاف اليه، مقول قول، جواب شرط، وهو معطوفه. ومن بعد واش تزيد دير؟ سجل هذا الملخص هذا كي نكملوه، خاطر علاش حنا نزيدو نديرو الامثله؟ تسجل غير المفيد. الخبر واش تخرج لك؟ تقدر خبر المبتدا، خبر ان اخواتها، خبر كان اخواتها. انا نسيت نذكرك هنايا واش راني كاتب انا، شغل نسيت ندير ملخص. اهم واش لازم تحفظه. اذا كش معلومه واحده اخرى عجباتك حبيت تحفظها زيدها معاه واحفظها. ليسونسييل لازم كي تكمل الدرس ان شاء الله تكون فاهمه وتكون حافظ. هيا بسم الله اندي ماريو. اولا خبر، كاين بزاف معلومات لازم نذكرك فيهم. الخبر واش معناتها؟ خبر، دير في بالك باللي الخبر احيانا يكون منصوب ومرفوع، لازم تميز بيناتهم. باسكو لو كان تروح لك الحركه راح لك الاعراب. وقتاش يكون مرفوع؟ كي يكون خبر مبتدا، يعني ما عندوش حتى اداه، ما عنده لا ان اخواتها ولا كان اخواتها، خبر المبتدا معروف باللي مرفوع. وان اخواتها لازم تحفظ باللي خبر ان مرفوع وخبر كان منصوب. بصح انا نعطيك واحد لاستيس ولا نسيت، كاع الجيري على بالهم بلي خبر المبتدا مرفوع، بصح تلف لهم بين ان وكان. واش سي هذه ولا صلحت لك؟ ارجع الى ابسط جمله اسميه قريتها في حياتك. مثلا انا كي كنت صغير قالوا لي السماء زرقاء. احنا لو شغل البريمير نيفو اردواز، تعرفوا نيفو اردواز، يقول لك ارفع اللوحه، ضع اللوحه، شفتوا هذه؟ كي كنا صغار علمونا جمله السماء صافيه، علموا لكم كيش جمله اسميه هكذا، واش قالوا لنا؟ هذا مبتدا وهذا خبر، وعلمونا بلي لازم يكونوا مرفوعين في زوج. بعدا كي زدنا زعما تقدمنا شويه هكا ولينا نعرفوا، جابوا لنا كان وان. نورمالمون نتايا هذه الجمله راك حافظها، راه في العقل الباطن تاعك، في اللاشعور تاعك، ما تقدرش تغلط فيها، تقولها صحيحه بلا ما تفيق، ما عبكش عليها، تعرف تبرونونسي، تعرف تنطق الحركه ديالها بلا شعور. نورمالمون كي نقول لك ان، واش تجيك في راسك؟ ان السماء ولا السماء، ما المفروض تجيك وحدها السماء. باسكو جات هذه السماء واش تولي هذه؟ مرفوعة. وكان واش تولي؟ العكس. دونك واش يخرج لك؟ خبر كان منصوب، خبر إن مرفوع. هذا إذا نسيت استعين بأبسط جملة قريتها وحافظها حتى تسترجع شكون اللي منصوب شكون اللي مرفوع وانت فريتها. ومن بعد واش دير؟ كي يخرج لك خبر عادي تقولوا مرفوع، إذا خبر إن تقولوا مرفوع، إذا كان خبر كان منصوب. حاجة واحدة أخرى تقدر التلاميذ تلفها لهم، ينساو شكون هي أخوات إن، شكون هي أخوات كان. إن وأن وأخواتها، وكان يكون كن، أصبح يصبح، وما زال ما فتئ ما صار، كاين واحد الروبر بيناتهم.
تقدر تميز بيناتهم. وشنو هو هادو؟ ما كي تنساهم، كي تنسى هاد المجموعه، هادو متعلقه بالزمان، وهادي ماشي متعلقه بالزمن. لاحظ معايا، كان، اصبح، صار، ما فتئ، ما زال، من فك، ما دام. واش راك تلاحظ هنايا؟ كاع عندهم دلاله زمنيه، بينما ان واخواتها كل وحده واش عندها دلاله؟ ان للتوكيد، ان وان، وكان تفيد التشبيه. لاحظ باللي اخوات كان عندهم علاقه مع الزمن، يعني كي تحكم وحده وتشك اسكو راهم اخوات ان واخوات كان، واش راح يسلكك؟ اذا كان عندها دلاله زمنيه اكلاصيها مع جماعه كان، اذا ما كانتش عندها دلاله زمنيه راهي مع اخوات ان، هكذا باش ما تلفلكش بر الحركه. مفهوم؟ ونروح الى المثال الثاني، اللي هو النوع الثاني، هو الحال. الحال فيه واحد القاعده بسيطه جدا سامبل، قراها لكم كي كنتوا صغار. واش تقول؟ بعد المعارف احوال وبعد النكره صفات. برك ننبهك الى شيء، انه البعديه هنايا ماشي لازم هكذا، زعما كي تكون عندك جمله هذه معرفه نورمالمون هذه حال، وإلا كانت نكرة واش تولي؟ صفة ولا نعت. الصفة هي نفسها النعت، بصح البعدية هنايا ماشي دائما تكون هنا، تقدر تكون هذه بعيدة لهيك. علاش؟ ليسونسيال يكونوا مرتبطين بعضهم في المعنى. كي تقول شكون؟ ترجع إلى هذيك الكلمة، خاطر صرات في البكالوريا وين الكلمة هذيك اللي تأثر راهي بعيدة. لهذا أنت دائما شوف، ماشي دائما قدام بعضهم، ليسونسيال يكونوا متعلقين بعضهم في المعنى. لهذا ترجع إلى الكلمة التي استندت عليها. كون هي الكلمة اللي تكيت عليها استندت عليها هذيك هي اللي تأثر. إذا كانت معرفة راح تخرج لك حال، إذا كانت نكرة راح تخرج لك صفة، لأن القانون يقول بعد المعارف أحوال. شوف هذاك مثال، هذا المثال اللي خدمت به، رأيت ولدا يلعب، ولا نقول لك رأيت الولد يلعب، هذه راك راح تعتبرها لي صفة، علاش؟ نكرة. وهذيك راح تعتبرها لي حال على جال معرفة. وما تنساش باللي الصفة تتبع الموصوف، دونك مادام ولدا لازم تكون منصوبة، لو كان كان ولد تولي مجرورة، وكان كان ولد تولي مرفوعة. أما الحال فدايما منصوب. هايا نزيدو مضاف إليه، هذا سهل بزاف، عبك الجملة التي لها محل أنا يظهر لي سهلة، بركي شغل مازمش تخليها تتراكم عليك تولي بزاف. مضاف إليه، كيفاش تفيق باللي كاين مضاف إليه في البكالوريا؟ كيجي قبله ظرف زمان ومكان، وظروف زمان اكتب به كاين بزاف. الزمان كيما صباحا، مساء، بكرة، عشية، دائما، ابدا، امدا، ساعة، لحظة، هنيهة، هادو كاع ظروف زمان. شهرا، سنة، وكاين ظروف مكان، قبل، بعد، قدام، ازاء، حذاء، فوق، تحت. بصح كاين زوج نحب ناكد عليهم، شكون هما؟ اذا وإذ. سيرتو اذا وإذ، عباكم علاش؟ باسكو هادو داخلين في بروغرام تاع تيرمينال، نقراو عليهم كإعراب مفردات، دائما يجيبوا لنا إذا ولا إذ ويعطيك الجملة اللي موراها. وحنا واش نعربوا الجملة اللي مور مضاف إليه؟ مر بعد الظرف زمان واش نعربوها؟ مضاف إليه. مثلا إذا كانت عندك إذا هنايا، إذا الظرفية، هذا واش تعربوا؟ مضاف إليه. إذا كانت عندك هنا إذ، هذا واش تعربوا؟ مضاف إليه. إذا كان عندك هنا حين، واش تعرب اللي موراها؟ مضاف إليه. بعدها في الأمثلة حط واش تحب. إذا جاء نصر الله والفتح، إذ كنتم قليلا فكثركم، حين يجيء المعلم. هات الكلام لو بين قوسين، ميهمنيش علاش ما كتبتش كلام، أي كلام في الوسط واش احنا عربو؟ مضاف إليه، راح يعرب في محل جر مضاف إليه. فقط نبهك، أي ظرف زمان ومكان راح تعرب الحاجة اللي مرعبك. علاش؟ باش ظروف الزمان والمكان دائما نعربوهم مفعول فيه ظرف زمان، ولا مكان مفعول فيه وهو مضاف. دونك لوجيكمون حاجه اللي تجي موراه واش عاد تجي؟ مضاف اليه. حط له واش تحط له قدامه يجي مضاف اليه، وكان تحط له بنادم موراه يولي مضاف اليه، هذاك بنادم يسموه مضاف اليه. خلاص مفهومه هذه؟ هذه مضاف اليه سهله جدا. ما قول القول، او كاين اللي يسمها بالمؤنث ما قوله القول. ما قول القول عندها حالتين، تقدر تخرج لك مفعول به، تقدر تخرج لك نائب فاعل. وقتاش مفعول به؟ اذا كان فعل القول مبني للمعلوم. وقتاش نائب فاعل؟ إذا كان فعل القول مبني للمجهول. وايا نشرح لك، نفكرك، نعاود نرجعك للابتدائي نيفو أردواز، نفكرك وشنو مبني المعلوم. شوف صح، فيتو كي كنا صغار بيقروا لنا جملة فعلية، أنا عطاو لي هذه الجملة، باش ولا هذه الجملة يقراوها لكم. أكل الولد التفاحة، وذاك الوقت التفاح كان عزيز، ماشي قازع ما دوكا يكزيستي دوكا كان. أكل الولد التفاحة، وعلمونا باللي أكل هو فعل، والولد هو فاعل، والتفاحة قالوا لنا مفعول به.
ومن بعد مع مرور الوقت فهمونا بلي كاين جمله واحده اخرى اسمها مبني للمعلوم. علاش سميها مبني للمعلوم؟ لان فاعله معلوم. شكون كلا تفاحه؟ الولد. بعد علمونا الجمله تاع كيولي فعل مبني للمجهول تولي اوكيلا على وزن فعيله اوكيلت التفاحه. شوفوا هذيك اللي كانت مفعول به الولد ديسبارا وسمونا هذا مبني للمجهول. وعلاش؟ ما على بالناش شكون دار هذا الفعل، سموه فعل مبني للمجهول ما على بالناش شكون دارها. واللي كان مفعول به اسكن ولا هو نائب فاعل؟ ما راهو فاعل، ما راهو مفعول به، سموه نائب فاعل خاطش ولا مرفوع. دونك انت لوجيكمون لو كان يكون عندك فعل على وزن فعاله سواء في الماضي ولا كيما حبيت، واش حيخرج عنده؟ يسحق مفعول به. بصح يكون عندك فعل من هذه النوعيه مبني للمجهول اسكو يسحق مفعول به؟ ما يسحق لا فاعل لا مفعول به. واش يسحق؟ نائب فاعل. على بها قلنا هنايا يقدر يخرج لك نائب فاعل وان كان مصرات في البكالوريا، البكالوريا غير مفعول به بصح يقدر يخرج لك نائب فاعل. علاش؟ اذا كان فعل قول مبني للمجهول. واش معناتها فعل قول يا شيخ؟ دوك انا راني نهضر يجي واحد يقول لك ما على باليش كاع انا واش معناتها فعل قول. هذا ساهل دوك نفهمك واش معناتها فعل قول. نورمالمون في النص تاعي في القصيده ولا في المقال شكون هو يهضر؟ او يهضر الشاعر ولا المؤلف الهضره هذه كاع تاعو. بصح اسكو دايما الهضره تاعو؟ لا مين داك كاين واحد من الشخصيات تاعو ينطق؟ شو كيما انت في الفلسفه تقول لي قال ارسطو، قال جون بول سارتر، قال ايمانويل كانت. واش حدير ايمانويل كانت حيهضر؟ هذيك الهضره تاعو اسمها جمله مقول قول، تسموها انتم في الفلسفه المقولات هكذا نورمالمون تسموها المقولات. بصح باش واحد من لي بيرسوناج يهضر واش لازم لك؟ لازم لك تستعمل واحد من الافعال التي تشعر بالتحدث، التي تشعر القارئ بلي كاين واحد الشخصيه تنطق. كيما تقولي قال فعل قول، اخبر، صرح، نادى، هتف، اي فعل يشعرني بلي كاين واحد راح ينطق باش نسميه فعل قول. دونك لو كان نقول قال راهو فعل مبني معلوم واش يسحق مفعول به، لو كان نقول قيل نسحق نائب فاعل. شوف معايا هذا المثال، هذا هو مثال جميل. شوفوا معايا ليكيب هذه الايه، هذه الايه قاعد تقراوها برومي جور تاع رمضان، تقرا من العام العام تاع سوره البقره. فيه قيل وفيه قالوا. شوف اذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون. واش تعرف لي لا تفسدوا في الارض؟ هاو كاين قيل قبله مبني للمجهول ما على بالناش شكون قالها. كاين عباد نصحوهم واذا قيل لهم، شكون هاد العباد اللي نصحهم؟ الناس الصالحين ولا انبياء ولا ما على بالناش؟ ليسونسيل كاين ناس داو نصحوهم قال لهم ما تفسدوش ماشي مليح الفساد. واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض، هذه شنعرفها؟ جمله مقول القول في محل نص مفعول به. راني غلط حكمتوني. وعلاش ماشي مفعول به ليكيب؟ باسكو مبني للمجهول. دونك واش نسحق؟ في محل رفع، هنا قلنا هنا في محل رفع نائب فاعل. وهنايا هذه لي جمله نقول القول في محل نصب مفعول به. علاش درت هذه مفعول به هذه نائب فاعل؟ واضح تماما. على جال هنا كاين فعل مبني للمعلوم وهنا فعل مبني للمجهول. دونك تبع الفعل تاعك، اذا كان مبني للمعلوم يسحق مفعول به، اذا كان مبني مجهول يسحق نائب فاعل. جواب الشرط، جاوب الشرط اللي كيف تعرفوها انتوما، بصح تعرفوها اغلبيتكم بلي ما عندهاش محل. علاش جبتها هنا في التي لها محل؟ باسكو كاين واحد الحاله صغيره انا نظن جامي جات في البكالوريا، حاله صغيره وين يكون جاوب الشرط عندها محل. تقدر تقول 1% وشنو هو؟ لازم تكون اداه شرط جازمه، هذه الاولى، وتزيد مقترنه بالفاء. واش معناتها؟ شوف عباك شكون ادوات الشرط الجازمه؟ كيما اكتب باش ما تنساش، كيما إن، من، متى، متى تقدر تكون استفهام، تقدر تكون شرط، مهما، حيثما، كيفما، إلى آخره، كاين واحد آخرين. إذا ما قدرتش تحفظ التي لها الجازمة، احفظ غير الجازمة والباقي جازم. شوفوا معايا هنايا، كي تكون عندك أداة شرط هنايا، إذا ماشي جازمة، ما تقدرش تكون جواب شرط في محل جزم، واش تعربها في محل جزم جواب شرط؟ هذه هي تعربها في محل جزم جواب الشرط. هكا تعرف. ما نقدرش نعربها في محل جزم، علاش؟ خاطش إذا غير جازمة. واش لازم لي؟ الشرط الاولاني لازم تكون هنا وحده من ليكيب تاع الجازمه، اداه الشرط تاعي تكون جازمه، كيما هنا كي تكون ان داكور راهي جازمه. بينما ما يكفيش هذا الشرط وحده، لازم معاه الفا، والفا ضروريه باش المفعول ديالها يكون باش تكون جازمه. ان فا، دوك نعطيو امثله، لو كان ما تكونش الفا راح تبقى على اصلها غير جازمه. شوف المثال هذايا، ندير هنايا ان تجتهد تنجح، وان تجتهد فتنجح. شكون اللي مجزومه شكون اللي ماشي مجزومه؟ شوف هنا كاين ان هذا جازمه، وان هذا جازمه، بصح هنايا ما كاش الفا وهنا كاين الفا. شكون اللي مجزومه؟ هذه في محل جزم جواب الشرط، وهذه لا محل لها من الاعراب. علاش؟
خاص تسحق هنا الفاء ولا إذا الفجائية، بيسك ما كاش الفاء وما كاش الإذا الفجائية، تبقى على أصلها لا محل لها من الإعراب. بقات لنا جملة واحدة اللي هي الجملة المعطوفة. هانا لحقنا للجملة الأخيرة